حياكم الله في مدارس الأمجاد برنامج السنوي التاجر الصغير. السلام عليكم، أنا الطالب عبد العزيز أبو طالب، أنا مشاركة لفعالية التاجر الصغير، حياكم الله دكان عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فارس فيصل الدعمش، اليوم كانت تجربتي في التاجر الصغير وهذه أغراضي وبعت وكسبت وكل شيء. السلام عليكم، أنا رحت شريت ألعاب وشريت حلويات وشريت عصيرات، والله طعمة مرة طعمة. الصراحة يفوزون والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اليوم مشارك في المتجر الصغير وهذا مشروعي بقالة يام، إحنا الأفضل ما راح تلاقون زي عروضنا. السلام عليكم ورحمة الله، ذي بسطة إسكريم، هذا إسكريم توت بريالين، وذا إسكريم بابو، ما عليك جايبينه من السودان ترى، مستورد، ما عليك ما ينوب هذا معروف ما ينوب هذا، وذا غوار. السلام عليكم، أنا الطالب بدر خالد الحربي، حياكم الله في بقالتي بقالة الحربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب عبد الله فيصل القحطاني، اليوم أنا مشارك في التاجر الصغير، في سويت ركن تصوير الآن تشوفون في عندكم كاميرا راح تظهر لكم الصور، والصور عندكم تشوفونها على اللوحة بـ10 وكل صورة بـ10، فمثال لو أشريت بصورتين بـ20 تقدرون، لو الآن عندي عرض سويته إذا أحد أشرى صورة يقدرون يأخذون شيء من هذه الأغراض مجاني، هذا بس مؤقتي لما تخلص الأغراض. شكرا، مع السلامة. بريال 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 كله بريال؟ اي كله بريال. كله بريال؟ طيب عندي 20 ريال عندي، وطيب بريال 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 بريال. وطيب هذا بكم؟ هذا بريال. ريال طيب ابغى اشتري ذا، خلني بس اعطيك الفلوس. برد برد برد، سكريم سكريم مانجو بـ3 ريالين، قرب 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 الغوار بريالين، الثلج قرب، الغوار اللي بدون ثلج قرب ترى بريال، قرب قرب سكريم ذا بفواكه بـ3 ريالين، قرب 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 قرب. أنا التاجر الصغير، أنا معتز الشهري، شو اسمه، تشاورت أنا وأهلي على هذا المحل، وفي هنا شو اسمه دريتس حار بـ3 ريال، وبطاطس عمان بـ5 ريال، وتشيتوس بريالين، وكوكيز بـ6 ريال، وبسكويت بسكريم بـ3 ريال، وتويكس بـ3 ريال، ومارس بـ3 ريال، تويكس بـ3 ريال، وبيبي حلاولة بيبي فراولة بـ7 ريال، ودبس بـ4 ريال. اليوم أنا مشارك في فعالية التاجر الصغير، كان عندي فكرة أني أبدأ مشروع موهيتو، ولكن شاورت أهلي وما رضوا، يعني ما عجبتهم الفكرة، فهذه اللي طلع معي مشروع صغير بقالة، رأس مالي 360، والآن تونا بدينا الفعالية وجبت 40 ريال، والقادم أجمل بإذن الله. Thank you.
هذا مشروعي انا وزملائي. ايزا ردادي محمد يحيى عمر. مشروعنا عبارة عن حلويات وبطاطسات، وعندنا في جهة الايس كريمات اللي يبيعونها عمر محمد. معانا ايس كريم ابو علكة اللي نهايته علكة، ومعانا عصير الطيبين، ومعانا عصير بابو، وعندنا اشياء كثيرة. وكمان عندنا هنا في البطاطسات عندنا اندومي، وعندنا بطاطسات، وعندنا هنا الشنب، والبطاطسات الوحدة بريالين، وعندنا اندومي 5 ريال وبس. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد سعد. طبعا احنا نبيع برجر ماك، بعنا 12 برجر والحصيلة 120 ريال. طبعا فكرنا كنا نبغى نفتح محل حلويات، لكن شورت زميل زياد الحربي. هلا والله. كنا نبي نسوي محل حلويات، لكن بعد ما جتنا الخطة حقت البرجر قلنا خلينا نبيع برجر ونكسب فيها. ايه وجتنا الفكرة وبس والله، وتعالوا اشتروا من عندنا. برجر بخمسة ريال، برجر بيتي من البيت مسويه، أهل مسويينه، وأبيع شيبسيات وعصيرات. وش استفدت من البرنامج اليوم؟ استفدت شيء؟ والله فلوس. غير الفلوس؟ إنه صراحة أخلي الناس تتمتع وأعطيها متعة شوي. علي شو رأيك فيها اليوم؟ أنا لي حوالي 6 سنين بالمدرسة، يمكن هذه أفضل سنة. طيب وش استفدت من برنامج اليوم؟ استفدت حاجة من برنامج اليوم؟ أول شيء استمتعت، وكنت جمعت فلوس. مستانس على اليوم؟ ايوه. طيب عندك شبكة ولا كاش؟ لا كاش، عشان نوفرها بعدين ان شاء الله. اولا اهلا وسهلا بقناة المجد في مدارس الامجاد الاهلية. اليوم فعالية التاجر الصغير ما شاء الله تبارك الله في القسم الابتدائي بقيادة الأستاذ عبد الرزاق الغامدي. أشكر على هذه الفعالية، فعالية جميلة جدا صراحة، الأجواء جميلة. الفعالية هذه منها يكسب الطالب ثقة في نفسه، يكسب مهارة البيع، مهارة التجارة، مهارة الحساب. صراحة أنا مستمتع جدا جدا بهذه الفعالية. أشكر الطلاب على التفاعل، أشكر قائد المدرسة على هذه الفعالية وتنظيم، أشكر إدارة النشاط على هذه الفعالية والتنظيم والترتيب. وأعيد وأكرر وأرحب في قناة المجد في مدارس الأمجاد الأهلية، يا مرحبا. أولاً نرحب بالضيوف الكرام أولياء الأمور والمشرفين ومدير الفرع الأستاذ مازن العصيمي، ونرحب بقناة المجد في فعالية التاجر الصغير. أولاً حاب أشكر كل من قام على هذه الفعالية من إدارة القسم والأستاذ مشاري والأستاذ عبد الرحمن الشمري. الحقيقة الفعالية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الأموال لدى الطلاب وتحملهم المسؤولية. ومن أهداف هذه الفعالية أولاً الإدارة المالية لدى الطلاب، وترسيخ التجارة، وتنمية مهارات وتنمية وتبني مهارات الطلاب داخل القسم منذ الصغر إلى أن يصير بإذن الله تعالى تاجر في المستقبل ليخدم مجتمعه ومملكته العزيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب نايف مشاري العتيبي من مدارس الأمجاد الأهلية، من فعاليات التاجر الصغير، والفعاليات مرة كانت حلوة وممتعة. السلام عليكم، أنا خالد مباوي، مشارك في مسابقة التاجر الصغير.
السلام عليكم، انا سعد عاد الشمري، مشارك تاجر صغير. 5 ريال. عندنا بقاله، عندنا الغوار على ريال، غوار 3 ريال، وعندنا بالسمك سلايم حبه ب3 ريال، وعندنا لعبه الفقاعات هذه ب30 ريال، السمك هذا ب20 ريال، والكبير ب30 ريال. عبد الرحمن الشمري، رائد النشاط في بداية الأمجاد. بحمد الله أقمنا هذا اليوم برنامج التاجر الصغير، وهو برنامج يدعم التنافس بين الطلاب. بحمد الله كانت النتائج جدا طيبة. شكرا لإدارة المدرسة، وشكرا أيضا لقناة المجد، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب فيصل طريق بخيت البقيمي من مدارس الأمجاد الأهلية. أخذت لفة في التاجر الصغير، وكان جدا حلو وممتاز، أسعار حلوة. وأشكر الإدارة الأمجاد، وخاصة الأستاذ عبد الرحمن اللي فكر بهذه الفعالية، والأستاذ مشاري والمدير، وأشكرهم. وفعالية جدا حلوة وأسعار كويسة. أنا الطالب عبد العزيز، ومشارك في هذا مسابقة التاجر الصغير، وأبيع الوفرز هذول الواحدة ب5 ريال، معها شوية أغراض، مع فواكه وأغراض ونوتيلا، وأبيعها بريال، ولو تبي تشتري 2 ب5 ريال خصم هذا، ولو تبي تشتري هذول 2 كمان ب5 ريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي الطالب فيصل خالد الجهني، وهذا المشروع. احنا في البداية كنا نفكر نفتح مطعم، بس بعدين فكرنا وقلنا ليش ما نفتح بقالة نسميها بقالة السعادة. وهذه البقالة يعني فيها كل انواع الاشياء اللي يحبها الخاطر، عندك من اكلات وعندك من اشياء باردة، فحياكم الله وتعالوا عندنا وما راح تندمون. السلام عليكم، احنا الحين قاعدين نبيع العاب، وهذه كلها بفلوس جيدة، وهذه بريالين، هذه ب4 ريال، هذه بريال الحبة الواحدة، وهذا مشعورنا. انا التاجر الصغير اسمي محمد، والمحل اسمه محمد للمواد الغذائية. السبحة ب7 ريال، والفمتو بريالين، والدريجس بريال، الدونات ب5، والكاب ب10. أنا الطالب راكان عبد الله الغامدي، شكرا لإدارة الأمجاد على هذه الفعالية. شكرا لأولياء الأمور، شكرا للطلاب. البرنامج كان يهدف إلى أن الطلاب يتعلمون كيف البيع وكيف الشراء، ولله الحمد هذا المقصود تحقق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، معاكم الأستاذ ريان بن عبد الله السحباني، مدير النشاط في مجمع الأمجاد الأهلية. اليوم ولله الحمد كان هناك برنامج اجتماعي، أو برنامج التاجر الصغير بالأصح، برنامج يهدف إلى تعويد الطالب على مهارة التجارة ومهارة البيع والشراء
والتعود على الصبر وعلى الأمانة في بيعه وشرائه. وكذلك من ضمن المهارات المكتسبة للطلاب مهارات التسوق التجاري من خلال التسويق لبضاعته، الانتهاء من البضاعة بشكل سريع، التحريج عليها لجميع الطلاب. سألين المولى لهم التوفيق في الدنيا والآخرة. إلى هنا ينتهي برنامج التاجر الصغير، وأكان معكم الطالب علي عايض اليامي من مدارس الأمجاد الأهلية. إلى اللقاء.